يا صباح الفل والورد والياسمين والجمال على كل الناس الحلوة، يا رب نكون كلنا جميعا بخير. النهاردة هنعمل فطار سريع جدا، شهي جدا، تحفة، ومش مكلف على فكرة، عشان ممكن حد يشوف ميكس الجبن ويشوف جبنة الدومتي والعيش يقولك دي مكلفة جدا. هقولك بالظبط دي ممكن تكلفي فطار وعشاء بقد ايه. شوفي انت بتصرفي اصلا فطار قد ايه وعشاء قد ايه، ممكن تغيري وتنوعي وهيبقى باقل كمان التكلفة. دي عندي علبة دومتي ب 10 جنيه، في الدومتي في ب 15 جنيه، انا عارفة دي في عروض في هايبر بتبقى موجودة طول السنة، تمام. العلبة ب 10 جنيه، ودي فعلا ب 10 جنيه، هي بره ب 15 جنيه. في كمان عربيات بتعدي اللي هي بتاعة القوات المسلحة برضو بتتباع ب 10 جنيه، تمام. فمش هنحير الأمور ونقول الجبنة غالية. هنا ده ميكس جبن، الكيس ده ب 15 جنيه. طبعا في أنواع وفي حاجات تانية، فاحنا خلينا في الحاجات اللي هي متداولة، اللي أي بيت وأي أسرة بسيطة تقدر تجيبها. ده ب 15 جنيه، وعلى فكرة أنا واخدة منه قبل كده، يعني ده نص الكيس، يعني ما شاء الله هو بيبقى كمية، تمام. وعندي هنا عيش ابيض عادي خالص، ممكن تشتريه، ممكن تعمليه، ممكن تستخدمي اي نوع عيش عندك، مش هتوقفي الدنيا. وعندي صاج هنا مدهون زيت على جنب، كل اللي انا هعمله على فكره هنا ممكن تزودي في الخلطه دي، ممكن تزودي تحطي زيتون مخلي، ممكن تحطي شرايح طماطم، شرايح فلفل، خيار لا طبعا عشان هتدخل الفرن، تمام. يعني اللي انت عايزه تزوديه، ممكن تحطي لو عندك بسطرمه ممكن تحطي، بتبقى حلوه جدا برضو. يعني الحاجات اللي موجوده عندك، يعني مش هتشتري حاجه مخصوص عشان خاطر تعملي. وكيس الجبنه ده بيقعد عندك فتره، ب 15 جنيه بتعملي بيه كذا حاجه، تحطي بقى على وش ال ال البشاميل، على وش الرز المعمر اللي هو ابو ملح، تمام. يعني بتستخدميه في حاجات كتير جدا، وممكن تعملي بيه سندوتش. بصي احنا هنحط الاثنين على بعض كده اهو. اهم حاجه هي الساندوتش بياخد كميه جبنه، يعني لازم تملي الساندوتش عشان تحسي بطعم الجبنه لانها بتسيح، وهتضغطيه كده، تمام. بصوا انا هوريكم بقى هنا الصاج بتاعي مدهون زيت يا جماعه. بصوا اهم حاجه يكون الزيت فيه كتير. بصوا انا دهنته اهو، وهدهنه تاني على الوش التاني اهو، تمام اهو. يعني لازم يبقى مدهون زي فكره الحواوشي من فوق ومن تحت، عشان يدي اللون اللي انا عايزاه والطعم اللي انا عايزاه. في ناس ما بتدهنهوش ف معلش ما بيطلعش زي ما بيكون مدهون في الطعم. امسح ايدي بس، هنعمل واحد كمان مع بعض. الساعه لازم، الساعه خلاص بقت ايه، حاجه معانا ايه اساسيه. بلاش عشان يكون في الفريزر، مش لازم على فكره يبقاش طازه او فريش او اي حاجه، هو مجرد ما بيدخل الفرن يبقى حاجه خرافه. على فكرة مش لازم جبنة دومتي، أي نوع جبنة عندك، بس هي يعتبر الجبنة الكريمي عشان خاطر ما تبقاش حادقة. يعني انت عندك أنواع جبنة غالية، حطي براحتك، كل واحد ومقدرته وحسب الإمكانيات اللي عنده، هو يقدر يعمل إيه ويحط إيه. أنا قصدي إن احنا مش هنوقف الدنيا عشان عايزين نعمل حاجة معينة، ممكن بأبسط التكاليف بجد نعملها والله أهو. وبرده نفس الحركة هعملها في الساندوتش، وهندخله الفرن ياخد وش. لو انت عندك الشواية، لو عندك الفرن مش بتشتغل اللي هما الاتنين مع بعض، هتقومي مسوياه من تحت محمراه، وبعد كده تطفي وتشغلي الشواية. هوريكوا شكله هيبقى عامل ازاي، والطعم خطير خرافة بجد. ورجعت لكم تاني، بصوا شكل السندوتشات عاملة ازاي، تحفة خطيرة، ريحة وطعم ملوش حل. بصوا اهو، هي مش هتنشف عن كده علشان خاطر فيها الجبنه المونزاريلا او الميكس الجبن اهي. يلا اشوفكم في فيديو اخر، باي باي.